وطبعا يعني السودان هي شقيقة مصر، ويعني عبر امتداد التاريخ. ودايما السيد الرئيس لو حضرتك طبعا بتذكر في كل الاجتماعات بيأكد دايما ودوما ان يد مصر ممدودة للسودان بالدعم وبالتعاون وبالبناء وبالخير من اجل السودان ومن اجل مصر ومن اجل الشعبين. ايضا العنوان الرئيسي سد اثيوبيا، العنوان الرئيسي طبعا بلا جدال. يعني سد النهضة كان قاسم مشترك أعظم في ثلاث لقاءات السيد الرئيس حتى مع الفريق أول حمادتي، بالرغم من أنه طبعا يعني مقابلة الفريق أول حمادتي كان الشق الأمني والمعلوماتي والعسكري كان بيغلب على طبع المقابلة وتبادل المعلومات والآليات المشتركة ما بين البلدين في هذا النطاق، وأيضا التدريبات وما إلى ذلك. ولكن يعني في الثلاث مقابلات كان فيه هناك مساحة كبيرة جدا للحديث عن سد النهضة. ودعني أقول لسيادتك أنه يعني المرحلة الحالية تشهد تنسيق وثيق جدا وتفاهم كبير ومتنامي في الموقفين المصري والسوداني تجاه هذه القضية الحساسة جدا، خاصة سيادتك طبعا اطلعت على كلمة السيد الرئيس. نعم. وإن احنا في بنقرب من الملء الثاني وبدون شهور من بداية موسم الفيضان السنوي اللي بيبدأ في يوليو. نعم. فهناك طبعا مقترح من الأشقاء في السودان لتشكيل مجموعة رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طبعا بالإضافة للاتحاد الأفريقي المنظمة الإقليمية، ودول بيعدوا الأركان الفعالة الحالية على المستوى الدولي والإقليمي لوصول لحل لهذه القضية في إطار قانوني ملزم في الشهور الدقيقة القادمة. فطبعا سد النهضة كان بياخد جانب كبير من المباحثات، وزي ما بقول لسيادتك هناك يعني تنسيق بدرجات عالية غير مسبوقة ما بين مصر والسودان في هذا الإطار وتطابق في المواقف. ونعمل خير بإذن الله لصالحنا سعادة السفير، ربما مصر والسودان وأيضا لصالح التنمية فيه. طيب سعادة السفير، لأنه واضح ماذا لو، هل دار كلام في المباحثات سيادة رئيس اليوم أنه أثيوبيا رفض تماما مسألة الرباعية، هي عايزة الاتحاد الأفريقي فقط، هل هناك بدائل ولا احنا لا على... يعني انا اقول لسيادتك دعنا لا نصدق هذا الكلام. والان المطروح هذه المبادره او تلك المبادره من جانب الاشقاء في السودان، ومصر بتدعم تماما وبتتبنى هذا الموقف. ويعني دعنا نضع يعني نتيح الوقت للتحرك السياسي والدبلوماسي في الفتره الحاليه والقادمه، ولا نستبق ان احنا نقول انه ممكن يحصل ربط او ما يحصلش تجارب او الامور ما تمشيش بشكل ايجابي. نتفائل وباذن الله كل خير ان شاء الله مع التفاهم اللي ظهر وانعكس اليوم بشكل كبير ما بين